تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المعنية بشأن تداعيات فيروس كورونا المستجد، تفاعلت المطاعم في المجمعات التجارية مع الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيقا للقوانين التي اتخذها مجلس الوزراء حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. كما شهدت المجمعات والمولات التجارية إقبالا ضعيفا من المواطنين والمقيمين مقارنة بالأيام السابقة نظرا لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. في سعي الدولة في تطبيق الاشتراطات الصحية العالمية وحتى يمكن وزارة الصحة في دولة الكويت، ومع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بالأمس أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات متعلقة في التفاعل مع هذا الموضوع، ولكن أيضا من ضمن القرارات إعطاء إجازة أسبوعين للموظفين الدولة. واليوم على أرض الواقع راح نكون معاكم في جولة لعدد من المجمعات في دولة الكويت بعد صدور هذه القرارات، نعطيكم الصورة تتكلم في هذا الموضوع. تعالوا يلا. عدم وجود الناس في المطاعم في هذا اليوم، وشفنا احنا الطاولات مرفوعة، هذا يعطي انطباع مدى احترام القانون من قبل أصحاب المطاعم والمحلات التجارية، وأيضا مدى حرصهم على سلامة الناس وتفاعلهم مع قرارات مجلس الوزراء. خلينا نشوف مكافأة. الوضع اليوم مو نفس كل مرة، واضح ان الناس ملتزمة، ويعطي انطباع ايضا عندها ثقافة بالناس. مشكورين. شفنا كل المطاعم وركزنا بالصورة عليهم، يعني ملتزمين بقرار مجلس الوزراء، وهذا يعطينا انطباع أن مدى احترامهم للقانون وحرصهم على سلامة الناس وتفاعلهم مع الدولة. ويوم نشوف المحلات فاضية، هذا يعطي صورة أيضا على مدى ثقافة ووعي الناس في التعامل المباشر واستيعابهم لكل القرارات اللي تطلع. وإحنا ما نعطي الصورة هذه حتى نبين أن هناك حالة خوف وهلع، لا، إحنا نبين لكم مدى حرص الناس وثقافتهم العالية مع قرارات الدولة، وهذا يأتي مع تماشيا مع التداعيات اللي قاعد نشوفها بانتشار فيروس كورونا المستجد. نسأل الله السلامة للجميع، للمواطنين وأخواننا المقيمين في دولة الكويت. أخوكم نواف الشراكي لتلفزيون دولة الكويت.